الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن ومن قبل القرآن في الكتب السماوية يشير إلى زيف هذه الدنيا وأنها دنيا فانية. أضف إلى الروايات الكثيرة الواردة عن المعصومين من قبل الإسلام وهم الأنبياء وإلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإلى آخر إمام من أئمتنا عليهم السلام، كلها تشير بأن هذه الدنيا فانية، ومهما كان الإنسان في هذه الدنيا يعيش ولو عمرا طويلا لا بد من الموت. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الصباح، هذا الدعاء العظيم وهذه الكلمات الدرية الصادرة عن شفتيه الطاهرتين، وفي الواقع مظلومين أمتنا إخواني، أنا أتحدى واحد بالعالم الإسلامي يجيب دعاء مثل دعاء الصباح من غير علي بن أبي طالب، من أي واحد من الصحابة. أنا أبوس إيده، واحد يقول فلان صحابي عنده دعاء مثل دعاء صباح، فلان إمام مذهب عنده دعاء مثل دعاء صباح. شوفوا هاي الأدعية، شوفوا هذا دعاء الصباح موجود في مفاتيح الجنان. هناك الإمام علي عليه السلام يشير إلى نقاط علمية جميلة، ومظلوم أمير المؤمنين حقيقة، كلهم مظلومون آل بيت رسول الله عليهم السلام. السلام عليك يا أول مظلوم، نقرأ في زيارة أمير المؤمنين. الإمام عليه السلام يقول: فسبحان من توحد بالعز والبقاء، توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء. إذن الأنبياء يموتون، العظماء يموتون، إلى جانب الطرف الثاني الفراعنة يموتون، الملوك يموتون، لا يبقى أحد على وجه هذه الأرض وإن عمر عمرا طويلا. نوح عليه السلام في الرواية عن سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام عاش 2400 سنة، وفي رواية 2500 سنة، عمر طويل. لما جاءه ملك الموت قال له: جئتني قابضا أم زائرا؟ قال: بل جئتك قابضا، جاي أخذ روحك. نوح عليه السلام كان في الشمس، قال لملك الموت: استأذن الله سبحانه وتعالى أن أنتقل من الشمس إلى الظل، خليني أروح بالفي بالظل أخذ روحي. فأذن الله سبحانه وتعالى لنوح، لأن ملك الموت ما عنده اختيار من نفسه، هو مأمور من قبل الله. فلما انتقل نوح عليه السلام إلى الظل قال له ملك الموت: يا نبي الله، كيف رأيت عمرك في هذه الدنيا 2400 سنة عايش؟ 24 قرن، مو 24 سنة، 2400 سنة. شلون شفت؟ تدري من ميلاد السيد المسيح إلى الآن ما صار 2400 سنة، من ميلاد رسول الله إلى الآن صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما صار 1500 سنة. عزيزي 2400 عام عمر نوح. لما انتقل إلى الظل قال له: يا نبي الله، كيف رأيت عمر هذه الدنيا؟ قال: كانتقالي من الشمس إلى الظل، بس غمضت عين كل شيء ينتهي. الآن غمض عينك وافتح، أذكر يوم اللي دخلت أول ابتدائي كنت تخاف تروح للمدرسة، أذكر يوم اللي دخلت ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي شلون علموك، الآن يوم اللي زوجت، يوم اللي صار لك أولاد، يوم اللي ابنك تزوج، يوم اللي صرت جده، وهكذا. لا إله إلا الله، العمر بهذه السرعة، ما أسرع الساعات في الأيام والأيام في الأسبوع والأسابيع في الشهر والشهر في السنة والسنين في العمر. يا ابن آدم
إنك لم تزل في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك، فخذ مما بين يديك لما خلفك. من لحظة ولادة الإنسان يبدأ العد التناسلي. أفرض قرار أنت تعيش في هذه الدنيا مثلاً 400,000 يوم مثلاً، إذا نقص واحد، تصور واحد عنده 400,000 دينار، كل دينار اللي ينقص ده ينقص من رأس المال، 1, 2, 3, 10, 20 إلى أن يصل إلى نقطة الصفر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وانتهى كل شيء. إنك لم تزل في هدم عمرك منذ أن سقطت من بطن أمك. تشوفون على بعض المقابر كاتب هذا قبر فلان ابن فلان، تاريخ الولادة تاريخ الوفاة، كان في مدة وجيزة من العمر، والآن دوري ودورك يا عزيزي، كم باقي من أعمارنا ما أدري، ولكن يجي يوم ينتهي، ربما هذه الليلة، ربما هذه الدقيقة. الله يرحم واحد من علمائنا كان على المنبر في طهران، المرحوم الشيخ الخندق آبادي الله يرحمه، ليلة ضربة أمير المؤمنين عليه السلام، ليلة الجمعة، قال للناس يا ناس ما أدري، بعد لحظة ممكن يجي الأجل، وهو على المنبر وليلة الإحياء والقرآن على رأسه، بك يا الله، بمحمد، بعلي، بفا، ما كمل طيمه، بفاطمة سكت. اجوا شافوه جامد على المنبر، الله أخذ روحه رحمة الله عليه. غاية الأمر واحد يموت على منبر رسول الله. وأنا كنت في واحدة من الدول بعين يشفت بالأخبار، خلوه بالتلفزيون، رجال من أهل السعودية قاعد يضرب على الكمنجة، ما شاء الله سايب رجله على حافة القبر، على حال الكمنجة طاح مات، واحد يموت في حال الكمنجة. إي نعم، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. العمر ينتهي عزيزي، فالعمر يكمل والآمال تنخمد، وأنت يسقي خيالك زهرة الأمل، فبينما أنت بالآمال منشغل ترى المشيب أتى مستقبل الأجل، وصار عمرك يوما شمسه غربت مضت شباب كورد راح للذبل. يوم كنت شاب حلو جميل قوي، الآن تشوفه شايب بيد العكازة وعيونه ما تشوف، راح العين، راحت القوة، وينك يا عمي؟ شوف ذول الشيب، يقول له حجي تذكر 60 سنة قبل، يقول إيه أنا كنت بطل، وين البطولة، وين العضلات؟ ينتهي، ينتهي العمر والمآثر تبقى. هنا اسمع القرآن، الله سبحانه وتعالى له الخلود، يعني حي لا يموت، ما يرتبط بالله لا يموت، الباقي نص القرآن ما عندكم ينفد، نفاد يعني خلاص ينتهي. شنو عندك؟ عندك أموال تنتهي، عندك علم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ينتهي. عندك قوة عضلات تنتهي، عندك جيش ينتهي، عندك ملك ينتهي، كل شيء ينتهي، ما عندكم ينفد. أكو شيء واحد يبقى إلى أبد الأبد، وما عند الله باق. شنو عندك؟ عند الله. شنو عندك؟ هاي ليلة أول القبر لما يناديك يجيك الصوت، عبدي أوحدوك، أوحشوك، أوحش ليلة للإنسان، الليلة الأولى من القبر لنزعل في ظلام القبر، هناك هذا الخوف اللي أنا أقول هذا الشعر المنسوب للإمام زين العابدين، قصيدة مفصلة، ولكن هذا البيت دائما يكسر خاطري. الإمام يقول ليس الغريب، ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب القبر والك.
كفني. من الغريب هذا اللي خلوه بقبره، القاطل حلو والملابس الحلوة الكشخ كل شنتها ما عند غير كفن، ينزلوه بقبره وين الفراش وين الدواشك وين الأسرة، لا لا كل انتغى، إن الغريب غريب القبر. وفي مذهبنا وفي كل المذاهب حرام نبشي القبر، خصوصا في اليوم الثاني والثالث. تسألني ليش؟ الرواية تقول إذا تشوفون بعينكم بعد لا تقدر تبتسم ولا تقدر تأكل لك لقمة وتلتذ، ما تقدر تشوف يا عزيزي. الليلة الأولى من القبر تنتهي، اليوم الثاني بطن الإنسان ينفجر في قبره، هاي الأمعاء والمصارين كلها تطلع بره. اليوم الأول من القبر حدقة العين تجي على الخدود، صارت عيونهم قذف الخدود، فلا رأيتهم ما غناك العيش يا رجل. العين تجي على الخد، هذا أنا وأنت ترى ما باقي لنا شيء، البطن ينفجر، العيون طالعة، منظر رهيب. الإنسان يقول حرام نبشي القبر، ما تدري هناك ايش يصير. اللهم ارحمنا في القبر، هناك غريب. عبدي أوحدوك، إيه أوحشوك، فما قدمت لليلتك هذه. هالليلة ايش عندك؟ ها حضروا شأن ليلة أول القبر، حتظل لك سراج. أنا أعلمكم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصلاة واردة هالليلة هالليلة. اقرأ 4 ركعات صلاة هذه الليلة سخن، كل ركعتين بتشهد وسلام. أصلي الآن قبل ما تطلع، الحمد لله كلكم على وضوء وطهارة، أدخل هنا عند مرقد الطاهرة، وهنا أنت بمكانك أوقف قدام القبلة، صلاة تأخذ من عندكم 10 دقائق بس، 10 دقائق خليه مصباح لليلة أول قبرك. هاي الصلاة بيها آثار عجيبة وغريبة، آثار عجيبة وغريبة من رسول الله. انوي أصلي 4 ركعات صلاة هذه الليلة، كل ركعتين مثل صلاة الصبح التشهد وسلام، يعني ركعتين تشهد وتسلم وقوم قول الله أكبر، الركعتين الثانية يصير 4 ركعات، كل ركعة بعد الحمد 7 مرات قل هو الله أحد. أصور هواي سهلة، ها كل ركعة بعد الحمد 7 مرات قل هو الله أحد بس، صلي هاي الصلاة واطلع من حرم الإمام الجواد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلاها ثواب عظيم عظيم عظيم، من الثوابات بنى الله له مدائن في الجنة، مو قصور، مدائن في الجنة. زين هذا الإنسان الذي عنده مدائن في الجنة، أولها بقبره، قبره يصبح روضة من رياض الجنة. خلي لك الليلة أول قبرك، خلي لك ذخر يا عزيزي يا أخي. أنت سيارتك تحتاج إلى بنزين، إذا قالوا لك بعد ما يكون محطة من هنا إلى آخر الدرب تحاول تفول السيارة من هنا، فول. ربك بالقرآن يناديك يا رجال يا نساء وتزودوا، وقود زاد شيل وياك، إيش فإن خير الزاد التقوى، شيل وياك الباقي ينتهي. ما عندكم ينفد، شنو عندك ينتهي، ولكن وما عند الله باق. الإمام محمد الجواد روحي له الفداء، هذا الإمام العظيم العظيم، إمامنا التاسع الإمام الجواد، عمره الشريف الطاهر 7 سنوات، وصل إلى سدة الحكم والإمامة بإذن الله. تسألني طفل عمره 7 سنوات ممكن يصير إمام؟ أقول لك أقل من الطفل 7 سنوات، هذا ربك بالقرآن ينادي. طفل رضيع بالمغد قال: إني عبد الله آتاني، يا عرب فعل ماضي ما يقول يؤتيني، آتاني الكتاب وجعلني، ما يقول ويجعلني، وجعلني نبيا. ها
إذا طفل رضيع بالمهد الله آتاه الكتاب وجعله نبيا، فما رأيك بسيدي ومولاي الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه؟ العين ومقام الإمامة مو مقام يرتبط بالعمر، أراد الله أن يجعل. ولذلك أكو قضية حلوة، الإمام جعفر الصادق عليه السلام عنده ولد اسمه عبد الله، عبد الله بن جعفر، الإمام الصادق كنيته أبو عبد الله، أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. عبد الله أخو الإمام موسى بن جعفر وأكبر عمرا من الإمام الكاظم، وكان يصير عم الإمام الرضا ويصير عم أبو الإمام الجواد. دقق، عبد الله بن جعفر هذا العظيم، هذا العالم، عالم آل محمد، عبد الله بن جعفر مقامه جدا 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 عظيم وراقي. عبد الله بن جعفر كم كان عنده قبر، قبور منسوبة إلى عبد الله بن جعفر لعظم مقامه وشأنه، عنده قبر بالمدينة المنورة، عنده قبر في مدينة قم المشرفة، عنده قبر في مدينة قزوين أنا رايح له، كل مكان يقول عبد الله بن جعفر الناس يتشرفون بهذا الاسم الطاهر. زين، عبد الله بن جعفر شايب عمره واصل 80 سنة، شيبة بيضة، والإمام محمد الجواد عمره كان آنذاك 10 سنوات، كان يركب على بغلهم. عبد الله بن جعفر الشايب يلزم زمام بغلة الإمام الجواد ويتشرف، قالوا له أنت تصير عم أبوه، أنت هاللحية البيضة. قال ماذا أصنع، إن الله فضل هذا الصغير على هذه الشيبة البيضاء، هي القضية مو بالشيبة البيضة.